والبداية مشاهدينا حتكون من فقرة تاج العافية، واليوم حديثنا حيكون عن الإجراءات التجميلية اللي كثيرة هالأيام، ولكن هي صارت حاجة ولحالة طبعا بيكون فيها الشخص بحاجة لتعديل أو تصحيح معين. صحيح صحيح فاطمة، طبعا العمليات التجميلية اليوم أصبحت حاجة لدى الكثير من الناس. ممكن الحاجة تكون حاجة طبية، وأيضا أحيانا المجتمع بيفرض هذا النوع من العمليات، وأيضا أحيانا مكان الشغل بيفرض أنك تعمل هي العمليات. ولكن للأسف يمكن أحيانا فاطمة عم نشوف أنه هي نوع من العمليات اللي عم تدر ملايين، فبعض الأشخاص عم يشتغلوها بطريقة غير مهنية وعم تكون النتائج أيضا كارثية أحيانا. طبعا كل هاي النقاط والمحاور رح نحكي فيها أيضا مع الدكتور اللي صار معنا داخل الاستوديو عيسى خليل، وحضرتك دكتور بالأذن والأنف والحنجرة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني دكتور، إمتى شخص بيكون بحاجة ليخضع لعملية تجميلية؟ بداية الخضوع للعمل التجميلي له شقين، شق ممكن يكون طبي يعني المريضة بحاجة لهذا العمل، وشق ممكن نفسي. بالنسبة للأمور الطبية مثلا عندنا التشوهات الخلقية، مثلا عند الأطفال تبارز الصيوان أذن الخفاشية، وهي عمليات يعني بغض النظر عن العمر ممكن تجرى بأي عمر. أما بالنسبة للعمليات التجميلية فهي يعني حاجة نابعة من رغبة المريضة لتحسين مظهرها الخارجي يعني، وهي يفضل أنه مو يفضل، لازم تنعمل بعد عمر 18 سنة. تمام. يعني الأولوية دكتور للحالة الطبية، هو أساسا اختصاص الجراحة التجميلية أو بالأحرى خلينا نحكي على التجميل، بداية كان هو اختصاص ترميمي لترميم التشوهات أو الإشكالات أو سوء المشاكل الخلقية، ومع الزمن ومع تطور خلينا نقول الثقافة الجمالية عند الناس أخذ هذا الطابع التجميلي، بأنه الشخص إذا فيه يحسن من حاله يحسن من جماله اللي كنا عم نحكي عليها، أنه المجتمع أحيانا بيفرض عليك. تماما. طيب اليوم قدي في فرق بما يتعلق بالحقن التجميلي، الفيلر والبوتوكس والشحوم والقصص كلها، تشرح لنا عنها أيضا. هلا بشكل عام هاي الحقنات كلها اسمها اجراءات تجميليه بتتم بالعياده، وفي قسم منها لازم يتم بالمشفى لانه بدها يعني وسط عقيم جدا. بدايه بالنسبه عندنا الفيلر، اسم الفيلر هو يعني اذا بدنا نترجمه ترجمه حرفيه فيلر يعني ماده مالئه، فاسمه بيدل على وظيفته. طبعا الفيلر موجود من قديم يعني ما هو جديد، من قديم كان في ماده يعني تسمى اصطلاحا حاليا بالفيلر الدائم. هاي الماده طبعا انحظر استخدامها لاثارها السلبيه الكثيره على المدى الطويل شوي، ويعني طوروا الموضوع لوصلنا حاليا للفيلر المستخدم حاليا اللي هو امن جدا اللي اسمه حمض الهيالورونيك. طبعا هو ماده اساسا موجوده بالجسم بشكل طبيعي، بالدمع، موجوده بالمفاصل، وموجوده يعني بقسم بسيط بالبشره. هي هالمواد المستخدمه عم تتاخذ من الجسم او عم تتاخذ من المواد؟ طبعا هي موجوده بالجسم بكميات قليله بس. عم تتصنع مخبريا مثل اي شيء ثاني. وعم نستخدم الفيلر يعني هاي الحمض الهيالورونيك عم نستخدمه بحقن الوجه بحقن الجسم. شو هي المناطق دكتور اللي يحقن فيها الفيلر؟ هلا الفيلر بشكل عام هو كونه ماده امنه، فنحن معنا مطلق الحريه بانه نشكل الوجه فيه، يعني ابتداء من الشفايف للدقن للتكساس شيبنج تمام الجولاين تمام التشيك الخدود، ممكن النازوليبيا الخطوط الضحك، ممكن بمنطقه الصدغ تحت العين، ممكن اصلا نصحح فيه التجاعيد السكونيه الموجوده بالجبهه او حول العين، هي التجاعيد اللي ما بيزيل البوتوكس. تمام. ممكن نعبيها يعني هو من اسمه بيملى الفراغات او الحيز اللي ممكن نحطه فيه، وممكن احنا يساعدنا قوامه المرن بانه نشكل هذا المكان يعني. دكتور اليوم في ايجابيات للموضوع اكيد بتحسين الوجه وتحسين الشكل، تمام، السلبيات بهذا الموضوع فيما يتعلق بس بالحقن انا عم بحكي مو بالعمل الجراحي. هلا سلبيات الحقن بشكل عام ما فينا نقول سلبيات الحقن عموما، لانه كل شيء له سلبياته وله ايجابياته، الفيلر له ايجابيات وسلبيات، وحقن الشحوم له ايجابيات وسلبيات. بس يعني اذا بدنا نقول السلبيه المشتركه بيناتهم كلهم انه مكلفه، انه بتحتاج دائما لاعاده. تمام. وبتحتاج كمان هي مؤقته ما لها تماما.
هي بعالم التجميل الحديث يعني المواد الموجوده او المواد يعني المقترح استخدامها هي مواد كلها مؤقته من فيلر لبوتوكس. فيعني فينا نقول انه سلبيتها هو موضوع تكرار الحقن، وانه نحن لما بنعيد الحقن بدنا دوما ننتبه انه نرجع نحط نفس الماده بنفس جودتها احسن ما يصير على المدى البعيد تليفات. منير، يعني نحن ذكرنا انه كثير هالايام عم يجوا الصبايا اكثر يمكن من الشباب، او حتى هلا كمان الشباب صاروا عم يعملوا هاي الاجراءات التجميليه. شو هي اكثر الحالات اللي عم تجي ويكون في عندها اخطاء بالحقن او بالماده المستخدمه؟ شو اكثر الحالات اللي عم بتكون موجوده؟ هلا بشكل عام الاخطاء يعني ناجمه عن سبب واحد، انا برايي الشخصي انه بشكل عام التجميل يعني تطور من حاجه لتصحيح العيوب والمشاكل، او يعني هيك تجميل لطيف لتحول لحاله من الهوس الاجتماعي. صار في شراهه اليوم. تماما، حاله الهوس الاجتماعي هي عند الناس طبعا ساهم فيها كثير الاعلانات السوشيال ميديا اللي بتروج للشكل المثالي للجسم المثالي. فالناس يعني اقبلت على هذا الموضوع انه متنفس، انه باب سعاده الى اخره. هذا الشيء يعني خلى مثلا الصبايا تتاثر فرضا بشخصيه مشهوره سوشيال ميديا او ممثلة. مثل هي الصبيه مثل تمام، ف بيجوا بيقول لك دكتور بدي مثل تم هي الممثله او مثل شفاف هي الصبيه او كذا. مطالب الدكتور انه يعمل هذا هي الحاله. تمام، فبهيك حاله او لما الطبيب يطاوع المريضه وما يشرح لها التفاصيل، هون ممكن من هون بتنجم المشاكل. لانه كل وجه وكل شكل له مقاييسه الخاصه فيه، له شكله اللي بيلبق له، كل وجه له مقاييس تماما، له مواد اللي بتلبق له. فانا لما بدي اطبق مواصفات وحده او يعني طريقه تجميل وحده على فئه كبيره من الصبايا، فرح يكون عندي نسبه من الخطا. تمام، وكمان تشابه يمكن. تمام، يعني هي التشابه هي يعني هن هي باحسن الحالات. نحن عم نحكي انه ليش عم بيصير الخطا؟ خطا عم بيصير بسبب انه لما عم نعمل نحن كوبي بيست على مجموعه كبيره من شيء ما بيلبق لك. تماما، هون بنشوف الاختلاطات. دكتور، انا ذكرت بالمقدمه انه هي العمليات او هذا النوع من الجراحه اصبح تجاره رابحه اليوم، في ملايين مثلا بما يتعلق بهذا الموضوع. حكينا انه ممكن المجتمع فرض هذا الموضوع، على مين المسؤوليه اليوم؟ مين بيتحمل المسؤوليه الاساسيه؟ المجتمع، انه انا لازم جاري المجتمع كطبيب والا ما بشتغل. هلا ليك باي حاله، يعني برايي المسؤوليه هي شيء مشترك بين الجميع. بس المسؤوليه بشكل عام اذا بدنا نحملها، احنا هون لما بنقول بدنا نحمل المسؤوليه بنحمل مسؤوليه شو؟ مسؤوليه التشوهات احيانا. التشوهات يعني فينا نحملها بشكل عام للتوجه الاجتماعي الخاطئ، التوجه الاجتماعي بالدرجه الاولى طبعا، يعني هوس التجميل. برجع بعيد الكلام بما معنى انه الشخص ما عم يكتفي بعمليه، يعني انا ممكن عمليه الانف تنعمل اليوم 3-4-5 مرات يعني. تماما، على انه عملته وبدي صحح والدكتور الفلاني ما عمل لي وما عجبني وما تنفست وما بصير. صحيح الكلام. والدرجه الثانيه بيتحملوها طبعا الطبيب اللي هو يعني جزء من هذا الشيء، لما ما بينصح المريضه بالشيء اللي بدها اياه. يعني لازم يكون الطبيب هو بالنهاية، قبل ما يكون دكتور تجميل هو بالنهاية طبيب، وقبل ما يكون طبيب هو إنسان. صحيح. فلازم يكون يعني إنساني بمهنته ومهني، يعني لازم يكون مهني. لازم الشيء ما بيزبط أو ما بيلبق للمريضة لازم يقول أنه هيك ما بيزبط. يعني أنه قد مهم اليوم دكتور مثلا هذا الموضوع ممكن يكون يرجع بسمعة سيئة على الطبيب، لأنه بالأخير الطبيب مثل المحامي مثل الإعلامي، هو سمعته اللي بتخليه يشتغل. أكيد أكيد، يعني لما بيكون الهدف والغاية من الموضوع مادي، او خلينا نقول بس انه شغل بدون يعني كم بدون نوع. تمام، فمع يعني مع تقادم الحالات والنتائج اللي بدها تبين، وهلا يعني بهذا الزمن ما عاد في شيء خفي. يعني هلا اكتبي اسم اي طبيب على النت بتلاقي 100 حدا عم يمدح فيه و100 حدا عم يذم فيه. فانه يعني بالعكس، انا برايي بهذا الوقت مهم كثير الانسان يعني يكون شغله بيحكي عنه. دكتور، احيانا في اخطاء بنشوفها دغري بعد ما نعمل هي الاجراءات التجميليه، يعني الخطا ببين واضح. أوه. مثلا وفي شيء على المدى البعيد او تاثيرات جانبيه على المدى البعيد، شو هي هي التاثيرات الجانبيه اللي ما بنشوفها نحن دغري اول ما نخلص من الاجراء التجميلي؟ هلا مبدئيا التاثيرات اللي بتصير بارضها هي تاثيرات ناجمه عن الاجراء، غزمات، كدمات، كذا.
على المدى البعيد هذا الموضوع بيتعلق بجودة ونوعية المواد اللي بدنا نستخدمها نحن بالحقن. فإذا كانت مواد جيدة هاي المواد تراجع وبيمتص الجسم، لانه اساسا انا سبق قلت لك الفيلر هو حمض الهيالورونيك، الجسم بيتعامل مع هاي الماده على انها ماده مغذيه، فبيمتصها على اساس انها ماده مغذيه، تمام؟ بشكل مؤقت تمام بيمتصها وبيختفي اثرها، فمن علامات الماده الجيده انه هي تختفي وما تضاين، يعني مثلا لما بيقولوا انه الفيلر اللي انا بدي اروح من هذا الفيلر ممتاز بيضل سنتين، بالعكس الفيلر الكويس ما لازم يضل اكثر من سنه وكم شهر، كل ما طول اكثر الفيلر كل ما واجه الجسم، يعني الجسم لما بيوصل لمرحله بيواجه مشكله بامتصاص هاي الماده بيعتبرها جسم غريب تمام بيفرز يعني حواليها تليفات تمام، وهون بتصير يعني ماده جسم اجنبي موجود بالوجه، يعني حتى اذابته بتكون صعبه يعني. صحيح. دكتور اليوم شو ممكن تقدم حضرتك نصائح للناس خاصه بما يتعلق بالهوس التجميلي وبالاخطاء وكل الامور؟ هلا بشكل عام انا بدي انصح الصبايا كلهم نصيحه وحده، انا هي مشكله بواجه عندي بالعياده استثنيتنا نحن نحن الشباب قنوعين بشكل عام لما الصبيه بدها تشوف حالها، هلا من حق اي صبيه انها تعمل تجميل اذا حاسه انه هي بحاجه طبعا، لما بدها تعمل مقارنه بين نفسها او اي حدا ما تقارن صورتها بالمراي هي بالبيت مع صورة على الانستغرام أو صورة على الفيسبوك أو على أي وسيلة تانية، لأنه هي الصورة يعني قبل ما تنعرض انطبخت ساعات وساعات على الفوتوشوب وبرامج التعديل وإلى آخره، فهي بتكون المقارنة هون غير عادلة أبدا، يعني بتكون عم تظلم نفسها، ولأنه هذا الصور الموجودة على هذا العالم الافتراضي هي فعلا افتراضية ما أنه موجودة على الواقع يعني، والتجميل هو ما نوع عصا سحرية، فنحن لازم نكون موضوعين شوي بالمقارنة وموضوعين بالفرق أو التغيير اللي بدنا ناخده يعني. صحيح. والشيء الثاني كمان اللي بدي أقوله للكل إنه أي حدا فينا يعني عنده جماله الخاص، عنده شيء بيميزه، يعني اللي هلا برا الستاندرد تبع التجميل مثلا بيجوا بيعملوا عملية الكات آيز ليشيلوا العين المبطنة مثلا. يعني العين المبطنة هي من زمان كانت وحدة من علامات الجمال، فنحن ما كل عيب أو كل مشكلة يعني خارجة عن ستاندرد التجميل، نجي بدنا ننزلها هيك بنصير كلاتنا نسخ متشابهة. صحيح. عن بعض وما عاد بيضل في يعني جمالية خاصة فينا. صحيح. يعني هي أكثر شيء فيني يعني. بدنا نشكرك كثير دكتور عيسى خليل اختصاصي اذن وانف وحنجره على كل هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها وعلى هالنصائح، وان شاء الله نكون هيك قنوعين ونحب حالنا مثل ما نحن يعني. شكرا كثير لك دكتور.